بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم على ظاهرة وفي عادة ما تكونش مرض، ظاهرة منتشرة بالكثير في فصل الشتاء، هي ظاهرة ليزونجولور أو تورمات الأصابع في الأيدي والأرجل. ليزونجولور أو تورمات الأصابع هي احمرار في اليدين وانتفاخ باليدين بسبب البرد، تصيب النساء بكثرة وتصيب الناس اللي يعيشوا في المناطق الباردة وفي وجود الثلج. لماذا تكون هذا المرض؟ ليزونجولور سببها لازم تتوفر فيها ثلاث شروط باش تكون هذا المرض. هذا السبب الأول هو البرودة، السبب الثاني هو الرطوبة، والسبب الثالث هو نقص في الشرايين في أطراف الأصابع واليدين. كما تعرفوا باللي في الأطراف الأصابع هناك شرايين نهائية، يعني شرايين تنتهي بها الدورة الدموية، لهذا هذه المناطق ما فيهاش دورة دموية صحيحة وكثيرة، لذلك تصاب بنيسكيمي عندما تكون برد شديد. يتعرضوا هذ الناس اللي يتعرضوا للبرودة واللي تكون عندهم هذه الأعراض، هذه تتمثل في حكة شديدة واحمرار وانتفاخ في أصابع اليدين والرجلين، وساعات ماشي غير في الأصابع، حتى في الأطراف القدمين وحتى في الأنف والأذنين. هذا الإحمرار اللي يسبب حكة شديدة وساعات ربما تنزل منه قطرات الدم، يتسبب في غرونجان، في إزعاج كبير خاصة في الليل. كيفاش يمكننا نتفادوا هذا المرض؟ هذا نتفادوا بتدفئة الرجلين، بعمل حركات رياضية، ونتفادوا كذلك باللبس الجيد وعدم دخول الماء في خاصة في الأحذية اللي ديرنا هذا المشكل. هذا ما نقدروش نعتبره باللي ليزونجولور هي مرض في حد ذاته الا اذا دام فتره طويله، والا ما حبش يروح مع العمر، عاده دونك يختفي بعد 20 او 25 سنه. في هذه الحاله يجب مراجعه الطبيب، لكن كي تكون عندنا الحالات كما هذه، تدفئتها ببساطه بحراره جافه، لبس جيد، حركات في اليدين، وعدم تعرض للرطوبه، تكون كافيه باش يختفي هذا المرض.